تعالى برضو نشوف التأكيد من الكتاب المقدس على معنى كلمة ابن الإنسان. في نص شهير بيستشهده بأتباع القم وزكريا بطرس في إنجيل يوحنا 3:13، نص جميل جدا، تعال نقرأ. نص بيقول إيه؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. ابن الإنسان الذي هو في السماء. تعال نشوف تعليق برضو البابا شنودة في كتاب بدع حديثة صفحة رقم 171. البابا شنودة بيعلق ويقول: وهكذا قيل عنه في القداس الغريغوري: وعند صعودك إلى السماء جسديا وإنه ارتفع إلى السماء، أما اللاهوت فلا يرتفع ولا يصعد إلى السماء، لأنه موجود في السماء وموجود في الأرض وما بينهما، ولا ينتقل من مكان لآخر. ويقول أيضا: نسب الصعود إلى الناسوت فقط، لأن الصعود ليس من خواص اللاهوت. إذن الذي صعد ونزل كما يقول النص هو ابن الإنسان، هو ابن الإنسان. والبابا شنودة يقول أن الذي صعد ونزل هو الناسوت. إذن ابن الإنسان هذا اللقب معناه الناسوت، زي ما قال الدائرة المعارف الكتابية، وزي ما قال الأنبا موسى، وزي ما أكد عليها البابا شنودة. وتعالوا برضو علشان نزيد زكريا بطرس من المراجع وقوة الحجة والأدلة، أنا عارف إن شاء الله إن أنت تستفاد، بس عايزك تركز معايا، معلش الموضوع دسم عليك شوية، لكن يا سيدي خلينا نعلمك وإن شاء الله ناخد فيك ثواب. تعالوا نستشهد برضو بعدة نصوص من الكتاب تؤكد على معنى ابن الإنسان. النص الأول في متى 11:19 يقول النص: جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب. ابن الإنسان يأكل ويشرب. هل في مسيح هيقول إن اللي بيأكل وبيشرب هو اللاهوت؟ لا، اللي بيأكل وبيشرب هو الناسوت. جميل جميل. نص آخر في متى 17:12 يقول: ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيوة أيضا سوف يتألم منهم. ابن الإنسان سيتألم. طيب مين اللي تألم؟ الناسوت. إذن ابن الإنسان معناها الناسوت. أنا عارف أن معظم الأصدقاء النصارى متفقين على أن ابن الإنسان معناها الناسوت، لكن لما نعلن عن معلومة في آخر الحلقة إن شاء الله ربما تتغير المعايير، تتأرجح المعايير، تتموج المعايير، الله أعلى وأعلم. خلينا نعمل علينا وإحنا ما زلنا نؤسس ونؤصل الموضوع في إيضاح معنى كلمة أو لقب ابن الإنسان. نص آخر في مرقس 9:31 يقول: أنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم أن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه. فيقتلونه أي ابن الإنسان سيقتل. إذن أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك من كلام الأنبا موسى، من كلام الأنبا شنودة، من كلام دائرة المعارف الكتابية، من كلام الكتاب المقدس ونصوص الكتاب المقدس، أن ابن الإنسان وهي تستخدم للدلالة على الناسوت. تعالوا بقى نروح لسؤال مهم جدا 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 أحب أسأله للقمص زكريا بطرس والأتباع القمص زكريا بطرس. ترى إيه هو السؤال؟ من هو الديان؟ من هو رب السبت؟ من هو الذي يغفر الخطايا؟ من هو الذي يرسل الملائكة؟ أو من هو الذي سيجازي كل واحد حسب عمله؟ طبعا الكلام أكيد ملهاش غير إجابة واحدة، الله هو اللي هيدين الناس وهيجازي كل واحد حسب عمله وهيرسل الملائكة ويغفر الخطايا وهو رب السبت وهو إلى آخره. متأكدين من المعلومة دي؟ متأكدين من المعلومة دي؟ جميل، فعلا كلام عقلاني، كلام منطقي لا غبار عليه. ولكن في مشكلة كبيرة جدا، في مشكلة. تعرفوا مين هو رب السبت؟ تعرفوا مين هو الديان؟ تعرفوا مين هو اللي بيغفر الخطايا؟ تعرفوا مين هو اللي بيرسل الملائكة؟ تعرفوا مين هو اللي هيجازي كل واحد حسب عمله؟ تعالوا نقرأ في الكتاب المقدس مفاجأة في إنجيل متى 16:27 يقول النص: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الله، مين اللي هيجازي كل واحد حسب عمله؟ ابن الإنسان. طيب تعال نقرأ تاني متى 13:41 يرسل ابن الإنسان ملائكته. يرسل ابن الإنسان ملائكته. الله، مين اللي هيرسل الملائكة؟ ابن الإنسان. جميل. متى 12:8 فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا.
ابن الانسان هو رب السبت ايضا. يبقى ابن الانسان هو الديان، هو الذي سيرسل الملائكه، هو رب السبت. طيب تعالوا نقرا متى 9:6 الذي يغفر الخطايا، يقول النص: ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا. اي ان ابن الانسان هو الذي يغفر الخطايا ويجازي كل واحد حسب عمله، وهو الديان وهو ابن الانسان والى اخره. مين؟ زي ما بتقول النصوص ابن الانسان. الله، مش احنا اثبتنا ان ابن الانسان دي معناها الناسوت؟ شفتوا الربط؟ اتمنى ان انتوا تركزوا في النقطه دي كويس جدا. مش احنا اثبتنا ان ابن الانسان معناها الناسوت؟ اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك من عده مراجع، وعلى راسها الكتاب المقدس وكلام البابا شنوده وكلام الانبا موسى ودائره المعارف الكتابيه. وان اردتم ان شاء الله ازيدكم، لكن بس علشان ما نطولش على حضراتكم وما نطولش على القمص زكريا بطرس. ابن الانسان هو الديان، ابن الانسان هو غفر الخطايا، وابن الانسان هو الناسوت. اذا الناسوت هو الذي يغفر الخطايا، الناسوت هو الذي سيجازي كل واحد حسب عمله، اذا الناسوت هو رب السبت ايضا، اذا الناسوت هو الذي يرسل الملائكه. اذا تعالى بقى يا زكريا، سيبك من عربيه البطاطا اللي انت بتسرح بيها دي، وتعالى ركز معايا شويه. انت بتعبد انسان بقى ولا لا؟ مش انت قلت، واي واحد يعني كلام منطقي، ان الديان هو الله. طب الديان عندك هو ابن الانسان اللي هو الناسوت، هو غفران الخطايا، من يغفر خطايا الا الله وحده، صح؟ مش انتوا دايما بتقولوا كده؟ وزي ما هي موجوده في انجيل مرقس الصحاح الثاني تقريبا في العدد رقم 6 أو 7، بيقول: من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده. جميل، وانا متفق معاكم، الذي يغفر خطايا هو ابن الانسان، والديان هو ابن الانسان، وابن الانسان هو الناسوت. اذا انت يا زكريا تعبد انسان وتعبد ناسوت. يبقى لما يجي حد بعد كده يسالك: يا زكريا انت بتعبد الناسوت ولا لا؟ اقول له: ايوه انا بعبد الناسوت. ما تتكسفش، قول له: انا بعبد انسان. طيب تحب نزيدك؟ اقتنعت ولا لسه؟ اعتقد كده الامر كافي، لكن تعالى ان شاء الله ازيدك من الشعر ابيات ان شئت. اقرا معايا يا زكريا في كتاب القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير، ينقل عن القديس اثناسيوس الرسولي في كتاب: اذا كان المسيح الها فكيف تالم ومات. القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير بينقل عن اثناسيوس الرسولي، ومرجع القمص عبد المسيح بسيط هو كتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة، الجزء الاول صفحة رقم 472. المرجع مرة تانية: القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير ينقل على لسان اثناسيوس الرسول من مرجع الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة، الجزء الاول صفحة 472. ماذا يقول القديس اثناسيوس الرسولي؟ وما ادراكم ما هو القديس اثناسيوس الرسولي؟ ووضع قانون الايمان، وحامل الايمان، ومعلم المسكونة، وضد العالم، والذي تصدى للبدعة الاريوسية. يعني بمعنى اصح، لولا اثناسيوس الرسول ما كان زمان دلوقتي في حد بيعتقد بألوهية المسيح ولا التثليث ولا التجسد. تخيلوا أهمية هذا الرجل، هو وضع قانون الإيمان. ماذا يقول بقى يا زكريا أثناسيوس الرسول؟ يقول: نعترف بابن الله المولود من الآب خاصيا أزليا قبل كل الدهور. جميل، وولد من العذراء بالجسد في آخر الزمان من أجل خلاصنا. ها ركز بقى، طبيعة واحدة للكلمة، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسدة، ونسجد له مع جسده. يا الله، نسجد له مع ايه يا حضرة القمص؟ نسجد له مع جسده. اذا معلمك ومعلم المسكونة وحامل ايمان يقول نسجد له مع جسده. ارجع واسألك يا زكريا، انت بتعبد انسان ولا لا؟ انت بتسجد لانسان ولا لا؟ قول: ايوه انا بعبد انسان، ايوه انا بسجد لانسان، واثبتنا لك من المراجع. طيب تعال نزيدك بيت اخر من ابيات الشعر في كتاب تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي لانجيل يوحنا، العدد رقم 1 في الاصحاح الاول، العدد رقم 1 في الاصحاح الاول تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي صفحة رقم 179 تحت عنوان نعمة التمتع بمعرفة الإله الحقيقي، أيضا ينقل عن أثناسيوس الرسول، يقول:
يستنكف من أمور الإنسان بكونه هو الله. بئس هذا الفكر، بل بالأحرى إذ هو الله، إذا هو الله قد أخذ لذاته الجسد، وإذا هو في الجسد فإنه يؤله هذا الجسد. نقرأه تاني. يستنكف من أمور الإنسان بكونه هو الله، بئس هذا الفكر.